للتمثل بالملائكة. فعندما نصلي نحن نجمع عبادات الملائكة كلها في صلاتنا، قيام كقيامهم، ركوع كركوعهم، سجود كسجودهم، تسبيح صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. عندما نصوم نحن نتشبه بهم، لا يأكلون لا يشربون، لا الشهوة ممنوعة، فصيامنا تشبه بالملائكة. لذلك عندما نحج ونطوف نتشبه بهم، الملائكة يطوفون بالبيت المعمور وإلى آخره. ولذلك الأعمال الصالحة ترفع وتشهدها الملائكة، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده الملائكة.